انا بدات as a delivery engineer في الاول، كنت بعمل implementations ل projects كتيره، وبعد كده بدات اعمل delivery ل cloud projects across Europe وافريقيا والميدل ايست. دلوقتي انا technical consultant او pre sales لل cloud computing، ويسعدني ان انا اكون موجود معاكم النهارده علشان اقول لكم ال interpretation بتاع اتش بي للوصف بتاع cloud computing اللي هو already اتكلمنا عليه النهارده. اوكي، السلايد دي احنا اتكلمنا عليها شويه النهارده، التغييرات اللي بتحصل في الطريقه اللي احنا بنعمل بيها consumption للاي تي بتاعنا والدليفري بتاع الحلول التقنيه اللي احنا بنقوم بيها. فاللي بنقدر نقوله ان كل 7 أو 10 سنين بيحصل تكتونيك شيفت في الاي تي بتاعنا. زي ما بدانا الاول بالمين فريم، وبعد كده بقى في كلاينت سيرفر، بعد كده بقى في انترنت، ودلوقتي احنا في العصر فعلا بتاع كلاود كومبيوتنج زي ما بقيت زمان من الفندرز المختلفه قالت. المهم اللي اوضحه هنا ان الكلاود كومبيوتنج ده بس مش بيساعد فان احنا نديليفر الاي تي بتاعنا، ولكن بيغير الشكل بتاع البيزنس اللي احنا ممكن نعمله. يعني احنا هنلاقي ان دلوقتي في الاف التويتس والاف الفيسبوك ستاتس ابديتس، دي الحته بتاعت السوشيال ميديا، والالاف او الملايين بتاعت الميل بوكسز والتكست مسجز اللي بتتبعت كل دقيقه. علشان نقدر نسابورت حاجه زي كده، الانفراستراكشر بتاعتنا لازم تكون اجايل بما فيه الكفايه علشان تقدر تشيل او تخلي فيه ريسورسز كافيه تشيل بيها الملايين والالاف من التويتس وفيسبوك ستاتسز والتكست مسجز والايميلز. فالطريقه التكنولوجي بتاعتنا بتتغير بتساعد ان احنا نخلي فيه بزنس نيدز جديده عن اللي كانت موجوده في الاول. فده اللي احنا بنحاول نبعد عنه، دي حاجه احنا بنسميها الاي تي سبرول. الاي تي سبرول معناها ان احنا لو عايزين نبدا بروجكت جديد او عايزين ندليفر حاجه جديده اي نوع من انواع البروجكتس، بنعمل حاجه ان احنا بننزل مثلا كراسه وبنقول as per sizing ده للسيرفرز والستورج والنتوركينج ونوع الابلكيشن ونوع الاوبريتنج سيستم اللي هنستعملها، ولو هنروح فيرتشواليزيشن ولا لا، هنبدا نقرر احنا عايزين في ام وير ولا احنا عايزين مايكروسوفت ولا احنا عايزين نستعمل حاجه اوبن سورس زي كي في ام على لينكس. وبعد كده بنقرر ونقارن ما بين الفندرز المختلفه، هنروح مع اتش بي ولا اي بي ام ولا ام سي ولا ديل ولا اوراكل، ناس كتيره بنقارن ما بينهم. وبعد كده بننزل الكراسه وبنعمل بروكيورمنت وبنستنى الدليفري بتاع الايكويبمنت، بياخد كذا اسبوع لكذا شهر عشان يبقى ديليفرد. وبعد كده يحصل الانستليشن امبلمنتيشن، ننزل اوبريتنج سيستم، نخلي الفيرتشواليزيشن، ننزل الابلكيشن تيست، نعمل تيستنج ونعمل باتشنج، وبعد كده البروجكت بتاعنا يبقى جاهز. ده بياخد وقت طويل جدا، ولو احتاجنا نعمل باتشنج او احتاجنا نبدا في بروجكت جديد بنمشي على السايكل دي كلها من اول وجديد. فدي ممكن تاخد من شهور لسنين على حسب الكومبلكسيتي بتاعت البروجكت. في ستابس كتيره قوي بتحصل في النص، ناس كتيره من الامبلويز بيشتركوا فيها علشان نقدر نديليفر حاجه زي كده، ودي ممكن تطول لمده جدا وتسبب اخطاء كتير قوي. فالفكره ورا وجود حاجه زي كلاود كومبيوتنج ان احنا نقصر المده ونقصر الناس اللي انفولد في المشروع ونقلل الاخطاء. وبدل ما الناس تبقى موجوده على حاجات ريدوندنت وحاجات بتتكرر كتيره ومفيش اي نوع من انواع الابتكار، بنخلي الناس تتجه للانوفيشن اكتر وتستعمل اغلب وقتها في الانوفيشن عن انها تستعمل وقتها على حاجات مكرره تيديس وبتضيع وقت وبتطلع مشاكل. فدي الفكره ورا وجود حاجه زي كلاود كومبيوتنج. زي ما قلنا قبل كده او زي بقيه الفندرز ما قالوا، الكلاود كومبيوتنج فيه ديفينيشنز كتيره كانت موجوده على السنين الطويله اللي فاتت. الديفينيشن ده بتاع جارتنر، جارتنر اي تي اناليست موجود في الماركت وده ثيرد بارتي. واسبر الديفينيشن بتاعت جارتنر بيقول ان كلاود كومبيوتنج از ستايل اوف كومبيوتنج وير سكيلبل اند الاستيك اي تي انيبلد كابابيلتيز ار ديليفرد از ا سيرفيس للكاستمرز، ممكن يبقوا انترنال ممكن يكونوا اكسترنال، يوزنج انترنت تكنولوجي. ده الوصف بتاع جارتنر. الوصف ده ممكن يختلف من فندر للتاني، لكن في اتريبيوتس معينه، دي اتريبيوتس كومن ما بين كل الفندرز، زي انها لازم تكون سيرفيس بيست. واحنا النهارده اتكلمنا على انفراستراكشر از ا سيرفيس، بلاتفورم از ا سيرفيس، وسوفت وير از ا سيرفيس، ومتجهين في الناحيه بتاعت everything از ا سيرفيس، اللي هو اي حاجه موجوده تكون it can be delivered as a service للاند يوزر. الاند يوزر ده اقدر اعمل له تشارج باك واعمل له ميترنج على حسب اليوسج بتاع السيرفيسز بتاعتي. الريسورسز لازم تكون الاستيك، لو في هاي ديماند في وقت من الاوقات الريسورسز اقدر اعمل لها اكسبانشن علشان اقدر اشيل اللود. لو مفيش
يوتيلايزيشن عالي او كافي او اليوتيلايزيشن انا محتاجه، بقلل كميه الريسورسز اللي بتعمل هوستنج للابلكيشن بتاعتي. بكده اقدر اخلي الريسورسز دي تستخدم في حاجات تانية مهمه، اوط فيها خالص واقلل الطاقه والباور والكولينج اللي بنستعملها علشان نقوم الريسورسز دي. من الاتريبيوتس الثانيه كمان ان هي تاس تو بي ديليفرد اوفر ذا انترنت او انترنال على انترنال لان، واقدر اخليها تروح من داتا سنتر لداتا سنتر ثانيه. يعني لو في ديزاستر ريكفري ازاي اقدر اعمل بروتكشن وحمايه للريسورسز بتاعتي والابلكيشنز بتاعتي، واخلي الورك لود مش باوند بحته معينه. كل دي اتريبيوتس بتاعت كلاود كومبيوتنج، ودي هتلاقي كل الفندرز بيتفقوا عليها. من الكلمات الخاطئه للكلاود كومبيوتنج ان حد يقول انا عندي فيرتشواليزيشن فانا كده عندي كلاود. لا، الفيرتشواليزيشن جزء من الاتريبيوتس اللي لازم تكون موجوده علشان نساعد على وجود حاجه زي كلاود كومبيوتنج. حاجه ثانيه ان انا بقدر اطلبها عن طريق بورتل، فدي كده كلاود كومبيوتنج برضو. لا، كميه الوقت اللي بنستعملها علشان نخلي حاجه زي كده موجوده، يعني لما الاند يوزر يخش على بورتل ويقول انا عايز السيرفيس دي، الوقت اللي هيكون موجود علشان السيرفيس دي تكون افيلبل، والاس ال اي السيرفيس ليفل اجريمنت اللي بيضمن لي وجود الابلكيشن بتاعتي وبيضمن لي السكيورتي بتاعت الابلكيشن بتاعتي، كل دي حاجات لازم تكون موجوده عشان اقدر اقول ان انا عندي كلاود كومبيوتنج. زي ما قلنا النهارده الكلاود كومبيوتنج ما ينفعش تكون بيج بانج، يعني ما ينفعش اوفر نايت اروح قايل انا عايز الانفراستراكشر بتاعتي او الانفايرمنت بتاعتي كلها تكون في كلاود انفايرمنت. عشان كده بنسميها ذا جيرني تو ذا كلاود، ان هي ستيب باي ستيب. واهميه حاجه زي كده ان انا اكون مش الانفايرمنت بتاعتي بس كلاود انيبلد، ولكن الموظفين والناس اللي بتشتغل على الموضوع ده تكون ايديوكيتد وتريند كفايه علشان تقدر تسابورت البارادايم شيفت اللي حصل دوت. الناس كلها متعوده دلوقتي على كلاينت سيرفر وانترنت، لما اروح لكلاود طريقه الشغل بتاعتي هتختلف، فلازم الناس بتوعي اللي بيشتغلوا في الانفايرمنت بتاعتي تكون تريند وجاهزه انها تستعمل حاجه زي كده. فعشان كده بنقول انها جيرني. الجيرني دي بتقوم على خمسه ستابس او خمس خطوات مختلفه. ده اللي احنا بنسميه ماتوريتي موديل. ماتوريتي موديل اللي هو الداتا سنتر بتاعتي قد ايه هي جاهزه عشان تستوعب حاجه زي كلاود كومبيوتنج. الستاب الاولانيه خالص ان انا اتحرك من فيزيكال انفايرمنت، يعني بدل ما يكون دلوقتي الابلكيشنز والاوبريتنج سيستمز بتاعتي ماسكه في سيرفر معين وماسكه في ستورج معينه وما اقدرش احركها، ابدا اروح لحاجه ان انا بعمل ستاندردايزيشن واي ديفاين الانفايرمنت بتاعتي، ان النوع ده من الاوبريتنج سيستم هعمل له هوستنج على السيرفر ده، والنوع ده من الداتا هحطه على التير دوت من الاستورج دي، والنوع ده من الابلكيشن هيبقى كونكتد على النوع دوت والطريقه دي بتاعت النتورك. كده انا بعمل ستاندردايزيشن للانفايرمنت بتاعتي علشان الدنيا تكون مظبوطه ومنظمه اكتر. الستيب اللي بعديها ان انا ببدا اعمل فيرتشواليزيشن. الفيرتشواليزيشن بتساعد على وجود حاجه زي كلاود كومبيوتنج. وفي حاجه زي كده ممكن استعمل في ام وير، ممكن استعمل مايكروسوفت، ممكن استعمل سيتريكس زن، ممكن استعمل فيرتشوال ماشينز على يونكس. في حلول كتيره للفيرتشواليزيشن. اهم حاجه ان انا اقدر اعمل فيرتشواليزيشن، لان ده بيساعد ان انا احرك الورك لود من سيرفر للتاني، بدل ما تكون الحاجات كلها على سيرفر واحد، لا احركها من مكان للتاني، او احركها من داتا سنتر لداتا سنتر ثانيه، واقدر اعمل فيل اوفر وفيل باك، وممكن كمان اعمل اكتف كونفيجريشنز. دي بتختلف الماتوريتي بتاعت الداتا سنتر والماتوريتي بتاعت الانفراستراكشر بتاعتي عامله ازاي. الثلاثه ستابس اللي بعديهم دول كلهم اللي هم معمولين بالازرق، احنا كده هنكون بدانا نخش في كلاود انفايرمنت. الكلاود انفايرمنت دي على برضو ثلاثه ستابس تانيين. اول ستاب ان انا بقدر اعمل سيلف سيرفيس بورتال. سيلف سيرفيس بورتال دي معناها ان الاند يوزر كانه بالظبط داخل ريستورنت وبيفتح منيو وبيختار الحاجه اللي هو عايزها. فزي ما انا بعمل كده لو بخش ريستورنت، انا بعمل كده من اونلاين سيلف سيرفيس بورتال، الاند يوزر يخش عليها ويروح قايل انا عايز مايكروسوفت اكسشينج، او انا عايز فيرتشوال ماشين بسبيكس معينه كذا ميموري وكذا بروسيسور، او ممكن اختار فول انفايرمنت بتاع فيرتشواليزيشن وانزل عليه فيرتشوال ماشينز. الحاجات دي كلها ممكن اطلبها من على السيلف سيرفيس بورتال ديت، او من المنيو اللي موجود اونلاين اللي انا بخش عليه. الاند يوزر ده ممكن يكون موجود في الاورجنايزيشن بتاعتي، يعني انا مثلا لو وزاره الاتصالات ممكن يكون حد جوه الاي تي ديبارتمنت بتاع وزاره الاتصالات بيطلب السيرفيس دي او بيطلب الفيرتشوال ماشين دي،
او ممكن انا اكون داتا سنتر سنترلايزد برضو في وزاره الاتصالات وبدي اكسس لوزارات تانية ان انا اعمل هوستنج للريسورسز بتاعتي وبحط الابلكيشنز بتاعتهم عندي، ولو هم عايزين اي حاجه بيخشوا على الويب بورتال دوت ويطلبوا اللي هم عايزينه، واعمل لهم ليسنج ان انتم مثلا تستعملوا دي في خلال من شهر 6 لشهر 8 وبعد كده هشيل الاكسس من عندكم واقدر احاسبكم على الاستخدام بتاعكم. ده كله ممكن اعمله من السيلف سيرفيس بورتال. الخطوه الاولانيه دي ممكن تكون بس علشان اعمل اوبريتنج سيستمز، يعني دي ممكن تنزل لي اوبريتنج سيستمز، ممكن تكون لينكس، ممكن تكون يونكس، ممكن تكون ويندوز، ممكن تكون اي حاجه. ودي انا لو نزلتها كده دي بسميها انفراستراكشر از ا سيرفيس، انا وقفت على الليفل بتاع الاوبريتنج سيستم. لو عايز اطلع للبلاتفورم از ا سيرفيس دي بتديني كابابيلتي ان انا اعمل اوتوميشن للديبلويمنت بتاع الابلكيشنز. يعني ممكن اقول انا عايز شيربوينت كامله او انفراستراكشر كامله بتاعت مايكروسوفت اكسشينج او اوراكل داتابيزز او ويب هوستنج او زي ما قلت قبل كده انفراستراكشر كامله بتاعت في ام وير بالهايبرفايزرز محطوطين في كلاستر وبنزل عليهم فيرتشوال ماشينز. دي بنسميها سيلف سيرفيس للابلكيشنز، فدي بلاتفورم از ا سيرفيس، دي اقدر اعمل اوتوميشن للديبلويمنت بتاع الابلكيشنز. وان توب اوف الموضوع ده اقدر اعمل باتشنج ولايف سايكل مانجمنت، يعني الابلكيشن بتاعتي لو عايز اعمل لها باتشنج اقدر اعمل اوتوميشن للابلكيشن دي علشان اضمن السكيورتي وان مفيش فولنربيليتي على الليفل بتاع الابلكيشن. اخر ستيب دي ان انا نفسي اكون بابليك كلاود، ودي بتنفع في التلكوز وممكن برضو تنفع لو هنعمل سنتراليزيشن نخلي تكنيكال ارم لكل الوزارات ونحط فيها حاجه ونبدا نقدم سيرفيسز لبقيه الكاستمرز بتوعنا اللي هم الوزارات التانيين مثلا على سبيل المثال. ودي بنسميها سوفت وير از ا سيرفيس، دي موجود فيها حاجه اسمها اجريجيشن بلاتفورم فور ساس، ده الماركت بليس، ده انهانسد سيلف سيرفيس بورتال تخلي الاند يوزر يخش عليه ويطلب ان هو عايز ميل بوكس او عايز ستورج كاباسيتي او عايز باندويث معين على النتورك. الحاجات دي كلها ممكن تتعمل من البابليك كلاود او من البابليك كلاود اوفرنجز. فدي الماتوريتي مودلز علشان نروح من الكرنت اي تي اللي فيه اي تي سبرول اللي فيه ستيبس كتير قوي عشان ننزل بروجكت لحد ما نوصل لحاجه زي البابليك كلاود، ودي تبقى سيلف، دي تبقى فور سيرفيس بروفايدرز، يعني كلاود كومبيوتنج فور سيرفيس بروفايدرز. الميزه من اتش بي ان احنا نقدر نعمل مابنج لكل الاوفرنجز بتاعتنا على بيلرز المختلفه دي، يعني دي نقدر نقدم عليها اوفرنج من الكلاود سيستم. الانتربريتيشن بقى بتاع اتش بي للكلاود ديفينيشن اللي موجود في الماركت هو حاجه اسمها كلاود سيستم. الكلاود سيستم دي ممكن تكون برايفت، ممكن تكون هايبريد، ممكن تكون بابليك، وممكن تكون من انفراستراكشر از ا سيرفيس لسوفت وير از ا سيرفيس. والجميل في الموضوع ان هي نفس الكومبوننتس بنزود عليها لايسنسز وبنقدر بخطوات نطلع من اللي موجوده دلوقتي لحد ما نوصل لبابليك بروفايدر. فدي الحلول من اتش بي. عندنا حاجه اسمها كونفرج كلاود، والكونفرج كلاود دي زي ما قلت ممكن تكون برايفت، ممكن تكون هايبريد، ممكن تكون بابليك، وممكن تكون مانجد. مانجد بمعنى ان انا ممكن احط الريسورسز بتاعتي في داتا سنتر، يعني ممكن احطها في اتش بي لاب مثلا، والاند يوزر يبقى ليه اكسس بس على الابلكيشنز والريسورسز ريموتلي، بس مش بيعمل مانجمنت لاي حاجه، اتش بي هي اللي بتعمل مانجمنت ليها. او تكون برايفت ان الشركه او الوزاره هتحطها عندها وهتعمل فول مانجمنت ليها، او ممكن تكون بابليك زي ما قلنا قبل كده. الفكره ان دي كلها بنسميها كونفرج كلاود، ونقدر نعمل موفمنت للورك لود من كل ديليفري موديل للتاني. يعني ممكن يكون عندنا حاجه على برايفت نوديها على بابليك عن طريق بيرستنج وبعد كده ممكن نرجعها تاني. الكابابيلتيز دي كلها موجوده. الاوفرنج بتاع اتش بي بيضمن ثلاث حاجات دي بنسميها the three C's، ودي اتكلمنا عليها في قبل البريك الاولانيه. 3 C's ديت اللي هو تشويس، انا بدي تشويس وبدي كونفيدنس وبدي كونسيستنسي. ليه تشويس؟ لانها بيزد اون اوبن ستاندردز، مفيش حاجه مقفوله بتاعت اتش بي. بلس انا هيتروجينيوس، يعني انا مش بقول ان علشان تستعمل كلاود اوفرنج من اتش بي لازم تروح لاتش بي هاردوير، لا، وي كان انتجريت مع هاردوير من فيندرز تانيين. بتاخد مزايا معينه لو كل حاجه من اتش بي لان السوفت وير بيران على الهاردوير بتاعنا، لكن لو في انفستمنت اوريدي معمول لستورج معينه او سيرفرز معينه او نتوركينج معينه بنقدر نعمل انتجريشن معاه وبنعمل له ابزوربشن جوه الكلاود اوفرنجز بتاع اتش بي. تاني حاجه الكونفيدنس، لان احنا نقدر نعمل مانجمنت وسكيورتي للديليفربلز بتاعت الكلاود كومبيوتنج بتاعنا على الديليفري مودلز المختلفه،
سواء كانت برايفت او هايبريد او بابليك. اخر حاجه consistency، لان هو سنجل اركيتكتشر احنا بنعتمد على كومبوننتس واحده وبنزود عليها على حسب الاحتياج علشان نطلع من برايفت لبابليك او تمنتين نفسنا في الحته بتاعه الهايبريد. ونفس الانترفيس اللي بنستعمله في برايفت كلاود هو نفس الانترفيس اللي بنستعمله في بابليك كلاود. فاليوزر اللي بيبقى تريند او متعود على كونسومشن موديل معين بشكل معين هيقدر يستخدم نفس الانترفيس للدليفري مودلز المختلفه من برايفت لبابليك. عشان كده احنا بنضمن ان احنا اوبن هيتروجينيوس كونسيستنت وسكيور. ده اكزامبل للمانج كلاود من اتش بي او كونفرج كلاود من اتش بي، ودي برضو اكزامبل اتكلمنا عليه قبل كده. احنا عندنا كابابيلتي دلوقتي ان احنا لو عايزين نعمل ديفلوبمنت لحاجه جديده، يعني ابلكيشن معين عايزين نعمل لها ديفلوبمنت، ممكن نعمل لها ديفلوبمنت على بابليك كلاود. فهي دلوقتي هتكون موجوده على بابليك كلاود، بقت فولي ديفلوبد فولي تيستد وعايزين نبدا ندخلها برودكشن. بنقدر نعمل مايجريشن للورك لود ده اونلاين من البابليك كلاود تو بي هوستد انترنالي على برايفت كلاود بتاعتي. وانس انها بقت ان برودكشن وناس كتيره بتستعملها، اتس ا بيج سكسس وما فيهاش اي مشاكل، بدا يبقى عليها يوتيلايزيشن عالي وكونجشن عالي، فبدا يكون ما فيش عندي ريسورسز كافيه انها تشيل الورك لود ده في الوقت ده. اللي انا اقدر اعمله ان انا اعمل بيرستنج، وبيرستنج ديت ان انا استعمل ريسورسز من البابليك كلاود في وقت معين علشان اقدر اشيل اليوتيلايزيشن العالي بتاع الابلكيشن بتاعتي. ده اللي بنسميه بيرستنج. والبيرستنج ده ممكن يكون من برايفت كلاود اون بريمسز لبابليك كلاود بره، او ممكن يكون ما بين اثنين كلاود سيستم اوفرنجز من اتش بي. يعني مثلا لو في ديبارتمنت فيه كلاود سيستم وديبارتمنت تاني فيه كلاود سيستم، او وزاره ووزاره او شركه وشركه، عن طريق اجريمنت ممكن ابدا استعمل ريسورسز من هنا تو هوست ابلكيشنز رانينج هنا فور ا سيرتن ديوريشن اوف تايم، وده اللي بنسميه بيرستنج. فممكن يكون من برايفت لبابليك او ممكن يكون ما بين اثنين برايفت. وان توب اوف اول ذات اي كان سكيورلي مانج ال as a service اللي انا بقدمها، سواء كانت information او everything او infrastructure او platform او software، في خلال على مدار ال steps المختلفه بتاعه الدليفري مودلز المختلفه اللي قدامي. اتكلم على open stack سريعا قوي لان دي حاجه اتكلمنا عليها قبل كده. للي ما يعرفش open stack، open stack ده open community بتاعه cloud computing. يعني زي ما في open community بتاعه لينكس، في اوبن كوميونتي بتاعت كلاود كومبيوتنج، ودي فيها اكتر من 6000 بارتيسيبنت في الوقت الحالي، ودي موجوده عشان تقدم انفراستراكشر از ا سيرفيس بيزد على سيرفرز وستورج ونتوركينج. والميزه بتاعت حاجه زي كده انها بيزد اون اوبن ستاندردز والكونتريبيوشن فيها دايناميك، فالديفلوبمنت على كلاود كومبيوتنج بيكون اسرع عن ما بيكون على حاجه مقفوله، وبيخلي افكار كتيره تخش في الموضوع. الميزه هنا ان اتش بي مش بس بتقدر تعمل انتجريشن مع اوبن ستاك عشان تبقى بتعمل انتجريشن مع اوبن ستاندردز، لا، اتش بي كمان شغاله او بارتيسيبيتنج في اوبن ستاك. فاحنا هنلاقي ان اتش بي رابع واحده من ناحيه الكونتريبيوشن في الكود، يعني البروجرامينج والكودينج ورا اوبن ستاك. اتش بي رابع شركه بتشارك بعدد الكود لاينز اللي موجوده في اوبن ستاك. ده بالنسبه لفولسوم ريليس. فولسوم ريليس ده ريليس السادس من اوبن ستاك. احنا دلوقتي بدانا في الريليس السابع اللي هو جريزلي، ف اتش بي موجوده اون توب هناك. غير ان اتش بي تاني واحده من ناحيه عدد الامبلويز اللي بيشاركوا في اوبن ستاك، وفي اتنين من الدايركتورز بتوع اوبن ستاك اتش بي امبلويز. ف اتش بي بتشارك في الاوبن ستاك كوميونتي ده علشان نخلي فيه اوبن ستاندردز مفتوحه لكلاود كومبيوتنج، وعلشان يكون في ستاندرد ما بين الفندرز كلها. فاحنا بنعمل انتجريشن مع اوبن ستاك وشركات تانيه طبعا زي اي بي ام وريد هات وسوسي لينكس اند سو اون وريد هات. اوبن ستاك قدمت لنا حاجه اوريدي بدات تبقى انتجريتد مع كلاود اوفرنج من اتش بي، وهو الانتجريشن مع كي في ام. زي ما كنا بنقول قبل كده ان احنا هيتروجينيوس، ومش بنستعمل بس الايكويبمنت بتاعت اتش بي، احنا برضو بنستعمل فيرتشواليزيشنز مختلفه. ممكن تكون في ام وير، ممكن تكون هايبر في، ممكن تكون يونكس فيرتشوال ماشينز، وممكن تكون كي في امز. وكل دول they can be managed at the very same time. يعني مش لازم environment للينكس و environment لهايبر فيو environment لفي ام وير، لا، كل حاجه ممكن تكون موجوده في نفس البوكس ومتقسمه على ريسورسز مختلفه بنعمل لها مانجمنت. دي كانت البدايه. واوبن ستاك هنبدا نبين الاوفرنج او الانتربريتيشن بتاع اتش بي للكلاود ديفينيشن اللي موجوده في الماركت. ايه هي اللي احنا بنقدمه؟ زي ما قلت قبل كده حاجه اسمها كلاود سيستم. كلاود سيستم ديت فيها كومبوننتس معينه، وكلاود سيستم دي ممكن تكون
برايفت وهايبريد وبابليك، وممكن تكون انفراستراكشر از سيرفيس، بلاتفورم از سيرفيس، او سوفت وير از سيرفيس. الكور كومبوننتس بتاعتها حاجه بنسميها كونفرجد انفراستراكشر. الكونفرجد انفراستراكشر دي كلاود انيبلر، ودي اوريدي بداناها من كذا سنه، من حوالي 3 سنين. دي النوشن بتاعت اتش بي، ان احنا بنجيب المين كومبوننتس اللي هي السيرفرز والستورج والنتوركينج والباور اند كولينج، وبنخلي فيه سوفت وير يقدر يعمل مانجمنت لكل دوت، وبنخلي الحاجات تقدر تتكلم مع بعض بلوجيك معين علشان ما يكونش فيه اي بوتل نكس عندي في الداتا سنتر. يعني مش معنى ان انا موجود عندي فيرتشواليزيشن ان ده كفايه، انا ممكن يكون عندي بوتل نكس على النتورك، وممكن يكون عندي بوتل نكس على الستورج، وممكن النتورك والستورج ما يكونوش كومباتبل، وممكن ما يعرفوش يتكلموا مع بعض. كونفرجن انفراستراكشر بتدي كابابيلتيز معينه ان يخلي فيه سام سورت اوف انتليجنس اون توب، نوت تو منشن الداتا سنتر، السوفت وير ديفايند داتا سنتر والسوفت وير ديفايند نتوركينج وسيرفرز وستورج، دي سيبريت ديسكشن. بس الحاجات دي كلها موجوده علشان تقرب الكومبوننتس دي من بعض وتخلي فيه انتجريشن اكتر، وتخلي فيه جوي او انترفيس واحد نقدر نعمل منه مانجمنت لكل حاجه. الكونفرجن انفراستراكشر ليها 4 بيلرز. ليها السمارت جريد، دي بتاعه الباور مانجمنت علشان نقلل الباور كونسامشن ونتحكم في الكولينج اكتر. وفي حاجه اسمها فيرتشوال ريسورس بولز، ان انا بقسم السيرفرز والستورج والنتوركينج بتوعي الريسورس بولز فيهم مالتي تيننسي، علشان نفس الريسورسز تقدر تشير نفس اللود بتاع الابلكيشنز لابلكيشنز مختلفه واليوزرز مختلفين، من غير ما يكون في سكيورتي بريتش للي انا بستعمله فوق الريسورسز ده. ثالث حاجه فلكس فابريك، دي التحكم في الجزء بتاع النتورك. واخر حاجه السوفت وير كومبوننت اللي هي ماتريكس اوبريتنج انفايرمنت، اللي بتخليني اعمل بروفيجننج للانفراستراكشر بتاعتي سواء كانت اوبريتنج سيستمز او ابلكيشنز. فبروفيجننج ومونيتورنج ده هيكون كابابيلتي موجوده من الماتريكس اوبريتنج انفايرمنت اللي هو السوفت وير لاير بتاعتي. فوقيها بعمل اوركستريشن وبقدم السيرفيس كاتالوج اللي اتكلمنا عليه قبل كده. السيرفيس كاتالوج ده ان في ديزاينر، يعني ديزاينر بيعمل ديزايننج للانفايرمنت معينه على شكل تمبلت، يعني زي فيزيو. عارفين فيزيو بتاعت مايكروسوفت، ان احنا ممكن نفتح تمبلت ونعمل دراج اند دروب لحاجات ونوصلها ببعض. نفس الفكره بنعملها عن طريق الاوركستريتر دوت، ان الديزاينر بيرسم الانفراستراكشر بتاعتي، بيقول انا هنزل فيرتشوال ماشين فهجيب السيرفر، وبعد كده اوصله بستورج واوصله بنتورك واعمل له سيفنج وببلشنج علشان يبدا يظهر في السيلف سيرفيس كاتالوج، علشان الاند يوزر يخش عليه يختار منه السيرفيسز اللي هو عايزها. التمبلت اللي انا برسمها دي ممكن تقف عند الليفل بتاع اوبريتنج سيستم، او ان انا اقدر انزل ابلكيشنز. لما اقدر انزل ابلكيشنز دي حاجه بسميها كلاود مابس. كلاود مابس دي انتجريشن مع اكتر الابلكيشنز اللي بينج يوز في الانتربرايز، زي مايكروسوفت، ريد هات، اوراكل، في ام وير، F5، سيتريكس، وحاجات تانية كتير، حوالي 200 ابلكيشن. اقدر انزل سايزنج معمول مظبوط ما بين الهاردوير فيندر اللي هو اتش بي والاي اس في نفسه بتاع الابلكيشن عشان انزل التمبلت بتاعتي. دي اللي انا بسميها كلاود مابس، عشان في النهايه تخليني اعمل اوتوميشن للديبلويمنت بتاع الابلكيشنز. زي ما قلنا قبل كده احنا اوبن، احنا نقدر نعمل انتجريشن مع فيرتشوال ماشينز على يونكس، في ام وير، مايكروسوفت، وكي في ام. والانترودكشن بتاع كي في ام ده عن طريق اوبن ستاك. من ناحيه الكمبيوت ممكن السيرفيس بتاعتي تكون اتش بي، ممكن تكون حاجه ثانيه. ستورج ممكن تكون اتش بي، ممكن تكون حاجه ثانيه. نتوركينج ممكن تكون اتش بي، ممكن تكون حاجه ثانيه. عشان كده بنقول احنا اوبن وهيتروجينيوس، مش بنعمل حاجه اسمها فيندر لوك ان، انك لازم تستعمل دول. اكيد لما تستعمل حاجه بتاعت اتش بي هتاخد فيتشرز اكتر، بس زي ما قلت قبل كده لو في انفستمنت ممكن نعمل انتجريشن مع الانفستمنت ده. دي الاوفرنجز بتاعتنا. البرايفت كلاود بتاعتنا او الانفراستراكشر از سيرفيس بنسميها كلاود سيستم ماتريكس. سوري هي الريزولوشن ضربت من البرزنتيشن، بس دي بنسميها انفراستراكشر از سيرفيس. دي بتقدم لنا بلاتفورم از سيرفيس، ودي بتقدم لنا سوفت وير از سيرفيس. الكومبوننتس واحده هنا اللي هي كونفرجد انفراستراكشر، والسوفت وير لاير هي ماتريكس اوبريتنج انفايرمنت. لو محتاج انزل ابلكيشنز هطلب حاجه اسمها كلاود سيرفيس اوتوميشن، دي هتعمل اوتوميشن لللايف سايكل مانجمنت والديبلويمنت بتاع الابلكيشنز. لو محتاج انزل سوفت وير هعمل انتجريشن مع الاجريجيشن بلاتفورم فور ساس، ده عشان اقدر انزل سوفت وير عن طريق الماركت بليس كاتالوج اللي موجود للاند يوزرز، واعمل لهم تشارج باك على حسب الاستخدام بتاعه. الانفايرمنت بتاعتي بتقدر تعمل بروفيجننج للانفراستراكشر والابلكيشنز زي ما قلنا قبل كده، وبنعمل لها مانجمنت اند سكيورتي. احنا اوريدي اتكلمنا على كلاود مابس، هي دي التمبلت اللي انا بقدر ارسمها علشان اعمل ديزايننج للانفايرمنت بتاعتي عن طريق الاوركستريتر.
فزي ما احنا شايفين احنا لو عايزين مثلا سيرفر معين بنعمل دراج اند دروب، بنسحب سيرفر وبعد كده بنقدر نوصله بالستورج بتاعته ونوصله بالنتوركينج. الحاجات اللي لونها اصفر دي فيزيكال انستنسز، والحاجات اللي لونها بيربل ديت فيرتشوال ماشينز. فانا بقدر ارسم الانفايرمنت بتاعتي كامله واروح قايل دي الفيزيكال انستنسز ودي فيرتشوال ماشينز، واختار الاوبريتنج سيستم والابلكيشن اللي هتنزل فوقيها واعمل لها سيف وببلش، والاند يوزر بعد كده بيخش على الكتالوج ويختار منها اللي هو عايز يبدا يعمل له كونسومشن. الميزه في حاجه زي كده ان ايذر الديزاينر يرسمها بنفسه او يخش على الانترنت ويجيبها جاهزه. لو جابها جاهزه هيكون في سايزنج اوريدي معمول ما بين الهاردوير فيندر والاي اس في. يعني لو عايزين مايكروسوفت انفايرمنت فور اكسشينج تشيل 4 ميل بوكسز و1000 يوزر، هتلاقي دي حاجه اوريدي معموله من قبل كده بري ديفايند، الاند يوزر ينزلها ويعمل لها انستليشن عنده ويبدا يسرع البروفيجننج بتاع الديبلويمنت بتاع الابلكيشنز. تو كونكلود في الاخر خالص، احنا عندنا ريفرنسز لاكثر من 1000 كاستمر دلوقتي بيستعملوا الكلاود اوفرنج من اتش بي على بلاد كتيره قوي. تركسل ده ريفرنس لينا، تركسل دول اول بروفايدر كبير في تركيا وتاني او ثالث اكبر تيليكو في يوروب، ودول بيستعملوا software as a service public cloud offering للاند يوزرز، بيقدروا يقدموا virtual machines وميل بوكسز دي مبنيه على cloud offering من اتش بي. مفيش وقت ان انا اتكلم على بقيه الريفرنسز كلها لان I'm running out of time، بس زي ما قلنا الدليفري مودلز اللي موجود عندنا والماتوريتي مودلز عندنا من infrastructure as a service لبلاتفورم لsoftware as a service، ممكن تكون private hybrid او public، والتكنولوجي بتاعتنا مبنيه علشان تكون modular. لو بدانا بحاجه صغيره ممكن نبدا نزود عليها علشان نطلع لحد public cloud. ده كان الجزء بتاع HP واحنا موجودين بقية اليوم لو في اي اسئله. شكرا.